السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالبة سجى محمد مغاري في الصف العاشر من مدرسة ممدوح صدام الثانوية للبنات. من منا كان يتوقع أن نكمل مسيرتنا التعليمية بعيدا عن مدارسنا وعن معلماتنا؟ بسبب فيروس كورونا أجبرنا أن نكمل تعليمنا عن بعد للوقاية ضد الفيروس والمحافظة على أنفسنا، ولكن بفضل العلم الحديث والتكنولوجيا المتطورة فتحت لنا مجالا واسعا للتواصل مع بعضنا البعض والمناقشة وحل الاختبارات والقيام بالعديد من الأنشطة المختلفة كالمسابقات والألعاب عبر المواقع جوجل كلاس روم وجوجل ميت وكاهوت وغيره من المواقع التعليمية الأخرى. وها أنا أكمل مسيرتي التعليمية عن بعد بمتابعة دروسي وحل واجباتي والقيام بعديد من الأنشطة المختلفة والمناقشة مع معلماتي عبر جوجل ميت. أقدم الشكر لوزارة التربية والتعليم على رأسها وكيل الوزارة زياد ثابت، والشكر أيضا موصول لمديرية التربية والتعليم ولمديرها هشام الحاج، وأيضا أقدم شكري لمديرتي الفاضلة فدوى أبو السبح ولجميع معلماتي الفاضلات على جهودهم المقدرة. وشكر خاص لمعلمة مبحث اللغة الإنجليزية مس منيرة النجار لحرصها على تنوع أساليب التعلم عن بعد من ألعاب تعليمية ومسابقات وتقديرها لمشاركة الطالبات بتقديم شهادات تقدير.